ما هي أهم القواعد المتبعة في مسابقة الاي سي بي سي؟ يعني المشاركة في الاي سي بي سي تكون عن طريق فرق، كل فريق يكون متكون من 3 متسابقين، من 3 طلاب، ولكل فريق يكون كوتش مدرب. الكوتش يجب أن يكون بالهيئة التدريسية في نفس الجامعة، ويستطيع يعني الكوتش أنه يدرب أكثر من فريق. المسابقة تحتوي على عديد المسائل، يعني تقريبا جارة العادة يكون عدد المسائل بين 8 و 12 مسألة، ولكن المسائل هذه تكون بمستويات صعوبة متفاوتة، وحلها بطبيعة الحال يكون عن طريق كتابة خوارزمية برمجية. أول شيء على المتسابقين أنهم يفكروا بالمسألة، بعدين يحاولوا يضعوا حل أولي للمسألة. وبطبيعة الحال لما نعطي حل أولي للمسألة، في شيء مهم لازم نأخذ بعين الاعتبار، اللي هم الاستثناءات التي يمكن قد تطرأ. وبعدين لما بيكون في حل أولي، يمكن أن يتم إرسال الحل للحكام الجنجس ويعيدوا التفكير بالمسألة مرة أخرى. لو تحصلوا على accepted يعني يمروا للمسألة الثانية، ولو لم يتحصلوا على accepted لازم يعودوا يعطيوا، يصلحوا من الخوارزمية متاحهم، يعودوا يعطيوا حل ثاني. وكل فريق ينجح في حل مسألة يحصل على بلون بنفس اللون هو والبروبلم.